بسم الله الرحمن الرحيم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. في جماعة واجب إن أنا أقول لكم تراجعوا من نفسكم مرة تانية. يا هند، مش معنى إن في اختلافات في أول حياتكم يبقى الاختلافات دي ملهاش حل. أكيد في حاجة إحنا نقدر نعملها. وبعدين حرام عليكي بنتك تضيع عليها حياتها كده. بنتك محتاجة تعيش في بيت فيه أب وأم. عشان خاطري راجعي نفسك لو سمحتي. فضلك يا ياسر ما تضغطش عليا اكتر من كده. احنا خلاص خدنا القرار وانا عن نفسي مش هينفع ارجع فيه تاني. ممكن بعد اذنك تخلص الاجراءات بسرعه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الامر لله. ياه، بتسمعي اغاني كمان؟ انا شايفه ان مودك النهارده احسن. والله عادي يعني يا روز، مودي زيه زي امبارح، مش فارق كتير. معلش، قدر الله وما شاء فعل. ايه يا بنتي، في ايه؟ ايه الدراما دي؟ انت فهمتيني غلط خالص. انا اقصد يعني ان انا يومي امبارح زي يومي النهارده. لو بتتكلمي على موضوع الطلاق يعني مش فارق معايا خالص، بالعكس انا حاسه ان انا مبسوطه. تصدقي ان انت ما بتحسيش؟ يا عليك يا روز، طول عمرك كده. هو انا يعني لازم ابقى دراما كوين وادخلكم كلكم في مود الحزن والكآبه ده عشان ابقى كويسه وطبيعيه في نظركم؟ روز صدقيني، انت عمرك ما هتحسي باللي انا حاسه بيه دلوقتي. عارفه يعني ايه انا لاول مره احس ان انا عارفه اخد نفسي؟ عارفه يعني ايه واحد كابت على نفسك طول الوقت مش عارفه تتحركي منه؟ انا حاسه ان انا طايره. لا ده انت جبروت امراه، انا عمري ما شفت كده في حياتي. ماشي يا ستي، اوكي صدقيني انت عمرك ما هتمري باللي انا مريت بيه. anyway ما تنسيش النهارده. النهارده ايه؟ يعني عامله بارتي كده صغيره انا واصحابي بتوع زمان كلهم، احتفالا بالطلاق. لا صدقي ان انت مش ما بتحسيش، بس انت عديتي المرحله دي بكتير، انت ما عندكيش دم اصلا. ماشي يا ستي، اوكي انا موافقه. وانتي قولي لي ناويه تعملي ايه؟ هتحصليني برضو تقعدي جنبي كده ولا ايه؟ احصلك يعني ايه؟ يعني ناوية تطلقي؟ بنسبة كبيرة. طب انتي مستنية ايه؟ انا بقى بصراحة عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اقابل حد شبهي كده في يوم من الايام. ليه بقى ان شاء الله؟ طول الوقت كنت بحس ان انا واحده مش طبيعيه او واحده غريبه شويه، او بصراحه تقدر تقول ان اللي حواليا هم اللي كانوا دايما بيحسسوني بكده. بالعكس، انت مش غريبه خالص، انت مختلفه، بس المفروض كل الناس تبقى زينا، زي وزيك كده، مخلوقين عشان نتبسط وبس. والله عندك حق. انا طول الوقت كنت بقول لهم كده ما كانوش بيصدقوني. انا بقى بصراحه عشان كده طلقت. وده احسن قرار خدتيه في حياتك. انا اصلا مش عارف ايه العيشه الكئيبه اللي انت كنت عايشاها دي. ده انا عانيت معاناه في العيشه دي، مش عايزه افتكر بقى. خلاص بقى انسي وارمي بظهرك. والله يا عمر انا بحاول اعمل كده طول الوقت، بس انت عارف بقى يعني اهلي مش مديني فرصه. يا حبيبتي انا فاضلهم بقى خلاص. يا ريت كان ينفع، بس للاسف انا عايشه معاهم، يعني وشي في وش مامي وبابي طول الوقت. لا لازم تخلعي منهم بقى وتشوفي لي الشقة لوحدك. مبسوطة يا هند؟ يا عامر مبسوطة، بس أنا بصراحة مبسوطة قوي. أنا مش عارفة إزاي أنا كنت حارمة نفسي من الإحساس ده طول الوقت. عارف أنا حاسة يعني إن إحنا نعرف بعض من سنين، مش إن إحنا لسه متعرفين. أنا كنت عاوز أقول لك على حاجة إمبارح، بس خفت تفهميني غلط. لا تقدر تقولي دلوقتي، مش هفهمك غلط اكيد. انتي احلى واحده شفتها في حياتي.
بجد انا متعلق بيكي جدا ومش عارف اشوف حد غيرك. طيب تفتكر ده بقى اسمه ايه؟ ده اسمه حب. انا بحبك انت. عامر انا شايفه ان احنا تقريبا يعني حياتنا احنا الاثنين واحد مش كده؟ انا شايف كده برضه. طيب ايه رايك بقى يعني احنا ممكن نبتديها ازاي؟ نبتديها ازاي؟ نبتديها النهارده. اجيب هدومي اقعد عندك. لا انت فهمتني غلط. انا اقصد يعني ايه رايك لو خدنا خطوه الجواز دي؟ نتجوز؟ لا يبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين بقى. هند انا عايزاكي. طيب انت انا عايز اقول لك حاجه، دي مش حياه على فكره، مش حياه كول خالص ولا لايف ستايل ولا اي حاجه حلوه، ده اسمه انحلال ومسخره. انت من امتى تعرفي الناس دي؟ مين دول؟ ومن امتى ده جوك اصلا؟ فيروز من فضلك وطي صوتك وما تفصلنيش اكتر من كده خلاص. لا هفصلك وافوقك كمان من اللي انت فيه. يا بنتي انت باباكي راجل طول عمره الناس كلها بتحترمه، ليه عايزه تجيبي له الكلام في السن ده؟ وبعدين انت مضحيه بسمعتك للدرجه دي؟ مالك مكبره الموضوع قوي كده؟ مالها سمعتي بقى ان شاء الله؟ سمعتك بقت في الارض. وبعدين مين اللي زقلك ده؟ بقى بعد ادهم المحترم تبصي لواحد زي ده؟ فيروز من فضلك وطي صوتك، خلينا نتكلم بكره ما بقى فايقالك، وخليني اقعد مع اصحابي دلوقتي اوكي؟ صحابك مين دول؟ تعرفيهم من امتى؟ يا ستي وانتي مالك؟ المهم ان هما دلوقتي بقوا صحابي. واتعرفتي عليهم في انهي بار بقى ان شاء الله؟ فيروز من فضلك بطلي. لا مش هبطل ومش هسيبك في اللي انت فيه. انت اختي وانا بحبك يا هند ولازم اقول لك الكلام ده. الحياه اللي انت فيها دي غلط ومش هتعرفي تخرجي منها. ولو بصيتي لنفسك في المرايه بعد كام شهر مش هتعرفي نفسك. اللي بيدخل في الحياه دي ما بيعرفش يخرج منها يا هند. فيروز من فضلك انا مش صغيره وعارفه انا بعمل ايه كويس قوي. خليني امشي الناس واجي اتكلم مع بعض خلاص؟ ماشي لينا كلام بعدين. يا ستي هي كويسه ان هي هتروح فين؟ ما هي مع بابا. ريحه الاكل حلوه وانا جعانه بجد. انت طمن الاكل هنا؟ اه تعالي ناكل. يلا. ايه ده؟ هو مش ده عامر؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش قايل انك مع مامتك في المستشفى؟ وايه دي؟ مش كان عندك حلقه النهارده ولا ايه؟ اتلغت. اتلغت عشان اجي اشوف القرف اللي انت بتعمله ده. مين دي يا عامر؟ انا اللي مين؟ انت اللي مين وقاعده معايا هنا بتعملي ايه؟ مين دي؟ استني بس وانا افهمك على كل حاجه دلوقتي. هتفهمها ايه ونيلة ايه؟ فهمني انا بتعمل ايه معاك دي؟ انا اللي خطبت عليها هتكون يوم الجمعه الجايه، يا ريت ما تتاخريش بقى. بتضحكوا عليا صح؟ انت هتخطبها بجد؟ اه بجد هخطبها. طب وانا ايه؟ اللي كان بينا ده ايه؟ اللي كان بينكو؟ هي دي بقى الست المطلقة اللي انت كنت بتقولي عليها؟ الست المطلقة؟ انا في نظرك يا عامر ست متطلقة؟ طب ما دام انت شايفني كده ليه عشمتني بيك قوي كده وخليتني احبك؟ انا ما عشمتكيش ولا خليتك تحبيني، انت اللي عشمت نفسك. حبيبتي انت كنت نازوة من نزواته وخلاص راحت لحالها. يلا بقى يا حبيبتي امشي من هنا. يلا يا هند. يلا حبيبتي معلش. يلا يلا يا هند. فيروز انا محتاجاكي قوي، ممكن عشان خاطري تيجي تقعدي معايا شويه؟ بليز ارحميني يا هند بجد، انا مش ناقصاكي، انا اللي فاهم كفيني وكفايه اللي حصل لي بسببك. فيروز عشان خاطري انا فعلا محتاجاكي. انت عارفه عامر عمل فيا ايه يا فيروز؟ طلع خاين زي ما قلتيلي. على فكره كان باين قوي من الاول، انت بس اللي ما كنتيش عايزه تشوفيه على حقيقته. عندك حق. فيروز بليز ممكن تلبسي وتيجي تقعدي معايا شوية؟ بقولك ايه يا هند؟ أنا مش هخش البيت ده تاني أبداً، أنت فاهمة ولا لأ؟ لو في حاجة عايزة تقوليها لي تعالي أنت. آه قابلته واتكلمت معاه كمان. طبعاً ما صدقش نفسه وطار من الفرحة لما قلت له إن أنا أخيراً خلاص وافقت إن أنا أرجع له، مش كده؟ لا خالص،
لا ما صدقش نفسه ولا طار من الفرحه ولا كل الكلام ده. هند يعني ايه؟ يعني تشيلي ادهم من دماغك خالص يا هند، وهو اصلا جابها لي من الاخر. ازاي يعني؟ قال لك ايه؟ قال لي ان انت لو اخر ست على وش الارض هو مش هيرجع لك. ده اصلا لو كان لسه سنجل يعني. ازاي يعني؟ قال لك ايه؟ ادهم فرحه الاسبوع الجاي، وخطيبته كانت قاعده معانا كمان. اوكي. طب وبنتي بقى؟ كانت معاهم برضو؟ اه كانت موجودة. طب والست بقى اللي هو خطبها دي؟ بتعامل بنتي ازاي؟ بصراحة عندي بتعاملها زي مامتها وأكتر، والبنت كمان متعلقة بيها جدا، يمكن أكتر من أدهم نفسه.